بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمرين في سلسلة تأسيس الإنجليش من البداية، كورس الفونيك. وصلنا دلوقتي ليفل 2، خلصنا ليفل 1 اللي هو خاص بالإنجليش ألفابيت اللي هي أسماء الحروف وأصواتها، ونزلنا فيديو لكل حرف منفصل على القناة، بحيث إن لو أي حد عايز يتابع مع ابن حرف بحرف يبقى الموضوع بالنسبة له سهل وبسيط. وبعد كده عملنا فيديو ليهم مجمع. دلوقتي احنا في ليفل 2 فونيك اللي هو مرحلة دمج الأصوات، وإحنا دلوقتي في الشورت فاولز الحروف المتحركة القصيرة. دي الحلقة الرابعة، اللي عايز يتابعنا من البداية يجيب الفيديوهات بالترتيب وهيستفيد إن شاء الله استفادة كبيرة جدا. طبعا إحنا عارفين إن إحنا عندنا في الإنجليش 5 vowels، 5 vowels اللي هم الـ A والـ E والـ I والـ O واليو. الفايف فاولز دولت هما اللي بيلعبوا الدور الرئيسي في نطق الكلمه بالانجلش. الفاولز دولت ليهم صوتين، صوت طويل بنسميه لونج فاول، وصوت قصير بنسميه شورت فاول. الصوت احنا دلوقتي في مرحله الصوت القصير، مش هنتكلم عن الصوت الطويل دلوقتي الا لما نخلص ليفل 2، وندخل ان شاء الله على ليفل 3 فونيك هنتكلم فيها عن اللونج فاولز. ازاي اعرف ان الحرف ده، الحرف المتحرك ده صوته شورت؟ ان هو ملاقيش غير حرف متحرك واحد بس في الكلمة، يبقى الكلمة كلها تحتوي على حرف متحرك واحد مش اكتر، يبقى ده معناه ان صوته شورت، تمام كده، قصير. طيب احنا دلوقتي وصلنا للاج فاميلي. الاج فاميلي ليه احنا بنسميهم عائلات؟ لان احنا بناخد مجمع للكلمات اللي منتهية بنفس النهاية، بنفس النهاية. يعني كل كلمة احنا هنقراها دلوقتي هيكون اخرها اج. اج نيجي على اول كلمه، طبعا الاج ده احنا بنضيف له الصوت الاول. طيب الحرف الاولاني صوته ايه؟ ب. اج، باج، باج. ف. اج، فاج، فاج. ج. اج، جاج، جاج. ه. اج، هاج، هاج. م. اج، ماج، ماج. ر. اج، راج، rag. sag, sag, sag. tag, tag, tag. zag, zag, zag. في طريقة تانية احنا ممكن نقرأ بيها، والطريقة دي ان انا ادمج اول حرفين مع بعض واضيف لهم الحرف الاخير. يعني هدمج الحرف الكونسونانت مع الفاول اللي بعده، وبعد كده اضيف له الكونسونانت الاخير. يعني بدل ما اقول باج اقول باج، باج. فاج، فاج. جاج، جاج. هاج، هاج. ماج، ماج. راج، راج. ساج، ساج. تاج، تاج. زاج، زاج. وبكده نكون خلصنا الاج فاميلي. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع عائلة جديدة من عائلات شورت فاولز. لو عجبكم الفيديو ياريت نعمل له لايك وشير، وياريت نشترك في القناة عشان يوصلنا كل جديد، ونتابع الفيديوهات بالترتيب. ان شاء الله هتستفيدوا استفادة كبيرة جدا من باب ان شاء الله وعلم ينتفعوا به. Thank you for watching and see you next time. Goodbye.